السلام عليكم. سلاح الجو الإسرائيلي نفذ هجمات مهولة وغير مسبوقة على الفصائل المسلحة المقربة من إيران وبشكل خاص حزب الله اللبناني وعلى العمق اللبناني ظهر هذا اليوم. التفاصيل كانت قد نشرت بالكامل من قبل وكالة رويترز، واللحظات الأولى لهذه الانفجارات كانت قد جاءت بهذه الطريقة. واضح جدا أن النقاط التي ضربت ليست نقاطا عادية، طبيعة القنابل التي استخدمت في هذه الضربات أيضا توضح بأنها أيضا قنابل ثقيلة أدت إلى دمار 100% كما تلاحظون من طبيعة الصور التي نراها هنا. أيضا لقطات الانفجارات كانت كبيرة من عدة زوايا، ولاحظ أن الدمار فعلا جاء 100%، أي أن الأهداف دمرت بالكامل. ونلاحظ من خلال هذا المقطع المصور أو من خلال هذه اللقطة، هي تكشف طبيعة الموقع بالضبط الذي استهدف من قبل إسرائيل، واستهدفوا بعلبك بالدرجة الأساس اللبنانية. وسنلاحظ بأن هذه هي بوابة رئيسية، واضح بأن هذه البوابة الرئيسية تابعة لإحدى المؤسسات اللبنانية. ونلاحظ بأن هنا شجرة كبيرة، مبنى ومبنى ثاني، وتلاحظ هنا ألواح للطاقة الشمسية ومبنى في الخلف، وبعدها مساحة مفتوحة. وتأتي النقاط التي استهدفت من البوابة التي نتحدث عنها، تقريبا الاستهداف يأتي بهذا الشكل المستقيم المائل قليلا إلى الشمال، والنقطة الثانية واضح جدا بأنها استهدفت في نفس المنطقة. من طبيعة حجم الانفجار، نقطة الانفجار، البعد، تستطيع بسرعة الوصول إلى نتيجة بأن هذه نقطة واحدة، نقطتين في موقع واحد هي التي استهدفت. بالتالي إذا ما اتجهنا إلى القمر الصناعي فنحن نتحدث عن بعلبك التي تقع هنا في هذه النقطة إلى شرق لبنان، تقريبا إلى شمال شرق لبنان. وإذا ما اتجهنا إلى هذه المنطقة الآن بسرعة لكي نتأكد من التفاصيل، فهي جاءت في حقيقة الأمر إلى غرب بعلبك. ودعونا هنا نتوقف قليلا. النقطة التي استهدفت من هذه المدينة، هذه بعلبك، الأوتوستراد زحلة بعلبك هو النقطة الأساسية التي تم التصوير منها كما رأينا قبل قليل. والنقطة التي تم التصوير منها هي في حقيقة الأمر الجامعة الإسلامية بعلبك. ودعونا نتجه إلى هذه الجامعة التي تتطابق معها كل مواصفات هذا التصوير الذي رأيناه قبل قليل. هذه هي الجامعة وهذه هي المباني. لنتجه إلى اليمين قليلا لكي نحاول أن نأخذ صورة واضحة ودقيقة مما جرى. نتوقف هنا، ستجد فعلا أن كل شيء يتطابق مع ما رأيناه: البوابة الرئيسية، الشجرة، الطريق الذي رأيناه، المبنى الأول، المبنى الثاني، حتى أن ألواح الطاقة الشمسية واضحة، مبنى ثالث للخلف. وبالتالي هذا يوضح أن فعلا نحن أمام هذا الطريق الذي يؤدي لنا بخط مستقيم إلى النقطة التي استهدفت. ودعونا نبتعد قليلا من القمر الصناعي أو بالقمر الصناعي، وسنلاحظ فعلا إذا ما رسمنا خطا مستقيما من البوابة التي تحدثنا عنها مائلا قليلا إلى الشمال، سترى بأننا أمام هذه المنطقة هي المرشح أن تكون هي قد استهدفت فعلا، وكذلك النقطة الأخرى والانفجار الآخر مرشح أن يكون في هذه المنطقة. بالتالي هذه المنطقة بشكل عام هي النقطة أو النقاط التي استهدفت، وهذه في حقيقة الأمر هي عبارة عن حي إلى غرب بعلبك، هي حي عدوس. وبالتالي دعونا نتجه إلى هذه النقطة، هذه هي المنطقة التي ركزت عليها إسرائيل واستهدفتها. وكان هنالك مقطعا مصورا هو الذي نوعا ما وضح وظهرت فيه هذه البيوت الزجاجية، وأوضحت مبنى مدمر أمام أو بالقرب من هذه البيوت الزجاجية، ومرشح أن يكون هذا المبنى بسقفه باللون الأزرق هو الذي دمر بالكامل. وهذه هي اللقطات التي جاءت، تلاحظ البيوت الزجاجية واضحة والمبنى مدمر الذي يأتي أمام هذه النقطة. بالتالي دمار كبير، ضربات هائلة للغاية، ونحن نتحدث عن بعلبك، نقطة بعيدة للغاية عن الحدود الإسرائيلية اللبنانية. نتحدث عن نقطة تأتي إلى مسافة ما يقارب 80 إلى 90 كيلومترا. هذا يعتبر تصعيد كبير للغاية، لأن هذه النقطة لم تضرب منذ عام 2006 حتى هذه اللحظة. هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها هذه النقطة منذ سنوات طوال. وبالتالي هذا يعتبر ضربة، وتعتبر ضربة ليست بالعادية، خاصة وأن بعلبك هي تعتبر معقلة رئيسية لحزب الله اللبناني، وبأن النقاط التي استهدفت هي كانت عبارة عن غارتين في حقيقة الأمر، واستهدفت فيها منشأتين تابعة
لحزب الله اللبناني أدت إلى دمار هذه المنشآت، وأدت هذه الضربات إلى مقتل عنصرين من حزب الله اللبناني وكذلك عدد من الجرحى. وواضح أن الجانب الإسرائيلي قام باختراق الأجواء اللبنانية وحقق هذه الضربات، وممكن أن إسرائيل أن تحقق هذه الضربات أيضا من البحر المتوسط دون خرق الأجواء اللبنانية، وبالتالي في نهاية المطاف تستطيع من تحقيق هذه الضربات. وما هو أيضا مثير للانتباه بأن طائرات الاستخبار الإلكترونية الإسرائيلية كانت تحلق قبل ساعات من هذا الاستهداف فوق الأجواء الإسرائيلية وتراقب كل ما يجري في هذه المنطقة. ونتحدث هنا عن نحشون أورون 452 طائرة الاستخبار الإلكترونية الإسرائيلية التي ظهرت وهي تحلق فوق الأجواء الإسرائيلية، وهي تراقب طبعا العمق اللبناني وكذلك العمق السوري. ولكن واضح من طبيعة التركيز في هذا التحليق هنا يأتي باتجاه لبنان وتركز على النقاط التي كانت تهدف لاستهدافها. وهذه الضربة الإسرائيلية لم تأتي من فراغ أبدا، بل تأتي بسبب أن حزب الله اللبناني قد صعد بشكل كبير على شمال الإسرائيلي في 24 ساعة الماضية. يوم أمس حزب الله اللبناني حقق 6 هجمات على العمق الإسرائيلي، اليوم على سبيل المثال 5 هجمات على الشمال الإسرائيلي. من ضمن هذه الاستهدافات كانت قد جاءت على موقع البغدادي ومحيطه في شمال إسرائيل كما تلاحظون، وبالصواريخ، وأصابوها إصابة مباشرة. وبعد ذلك جاء الاستهداف الذي استفز الإسرائيليين كثيرا وجعلهم يحققون هذه الضربات التي نتحدث عنها اليوم، هي بإسقاط هذه الطائرة وهي طائرة هيرمس 450، طائرة استخبارات مهمة بالنسبة للجانب الإسرائيلي. هي طائرة استخبارات تكتيكية تعطي أهدافا للقوات البرية والقوات الجوية الإسرائيلية. فجأة حزب الله اللبناني تمكن من إسقاط وحرق هذه الطائرة بهذا الشكل، وظهرت اللحظات الأولى لهذه الطائرة وهي تسقط بهذه الطريقة، وبعد ذلك جاءت الضربات الإسرائيلية التي نتحدث عنها، وبعد ذلك إسرائيل ردت على ضربات بعلبك التي نتحدث عنها باستهداف شتولة، وكذلك تجمعا للجنود الإسرائيليين أيضا في موقع حدب يارين كما تلاحظون أيضا بالأسلحة الصاروخية. عادت إسرائيل مرة أخرى لتستهدف إحدى العجلات التي يتواجد فيها عدد من عناصر حزب الله اللبناني في مجدل اللبنانية، وحزب الله اللبناني أيضا عاد مرة أخرى ليستهدف العمق الإسرائيلي. بالتالي نتحدث عن 6 إلى 7 بيانات فقط حاضرة وصادرة من حزب الله اللبناني بسبب هذه الاستهدافات. وهنا نلاحظ بأن حزب الله اللبناني في الجنوب اللبناني واضح جدا بأنه في ضربات متبادلة مع الجانب الإسرائيلي المتحشد. إسرائيل متحشدة بشكل كبير في الشمال الإسرائيلي، طرف يضرب الطرف الآخر، ضربات تأتي للعمق. هذه بعلبك التي نتحدث عنها تعتبر مسألة كبيرة جدا وتطور خطير للغاية، لأنها تعتبر خارج نقاط العمليات المفترضة بالنسبة للجانب الإسرائيلي. فإسرائيل تتحدث كثيرا عن القرار 1701، القرار الدولي الخاص بالأمم المتحدة، الذي طبعا يطلب ببساطة ويوضح بأن على حزب الله اللبناني أن ينسحب خلف هذا النهر الذي رسمته لكم الآن، وهو نهر الليطاني، يجب أن ينسحب على مسافة 10 كيلومترات، وهو ما تطالب به إسرائيل كثيرا، ولكن هذا الأمر لم يتحقق، أن تنسحب أو ينسحب حزب الله ويملأ الفراغ الجيش اللبناني، وبالتالي يعود المدنيين إلى مناطقهم في شمال إسرائيل. لكن هذا الأمر لم يتحقق أبدا، حزب الله اللبناني لا زال حاضرا في هذه المنطقة بقوة، وهو يصعد بشكل هائل على الشمال الإسرائيلي، وهذا التصعيد من قبل حزب الله يبقي طبعا المنطقة خالية من المدنيين، ويبقي إسرائيل مستنفرة بسبب ما يجري. دخلنا في مرحلة إسقاط الطائرات والضربات الهائلة التي نتحدث عنها، والأمور الدبلوماسية والحراك الدبلوماسي من الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها مع الحكومة اللبنانية من أجل حل هذه المسألة، إلا أن المسألة لم تحل أبدا. الحكومة اللبنانية في موقف صعب للغاية مع ما يجري من تصعيد من حزب الله وكذلك من الجانب الإسرائيلي، وبالتالي يبدو بأن إسرائيل لم يعد لديها الكثير، وقد تقتحم بأي لحظة وقد تبدأ بالحرب بأي لحظة على حزب الله من أجل السيطرة على هذه المنطقة
ودفع حزب الله اللبناني في نهاية المطاف إلى خلف النهر الليطاني لإعادة وعودة الحياة في هذه النقطة. والأوساط الأمريكية والفكرية وغيرها بدأت ترى فعلا بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يفعل الكثير في هذه المنطقة لردع الفصائل الإيرانية أو إيران من كل التصعيد في المنطقة، إن كنا نتحدث على مستوى اليمن بجماعة الحوثي أو حتى على مستوى حزب الله اللبناني. وأحدى هذه الدراسات التي نشرت حول هذه المسألة هي من راسمسن ريبورت التي أوضحت بأن 66% من المواطنين الأمريكيين يرون بأن الولايات المتحدة الأمريكية بسبب سياستها في الشرق الأوسط بعد كل ما جرى منذ 7 أكتوبر حتى يومنا هذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ستكون هنالك حرب إقليمية مع تصعيد هذه الظروف، هذا بحسب هذه الدراسة واستطلاعات الرأي التي جاءت منها. كذلك بشكل مثير يبدو بأن إيران تصعد في هذه الفترة عن طريق فصائلها، إن كانت جماعة الحوثي أو إن كانت حزب الله اللبناني كما نرى اليوم ضد إسرائيل، تأتي بشكل مثير ونحن على بعد 4 أيام من الانتخابات البرلمانية المقبلة في الداخل الإيراني. هذه الجمعة القادمة في 1 مارس هنالك انتخابات برلمانية مهمة في الداخل الإيراني، واستطلاعات الرأي الإيرانية لا تصب بمصلحة النظام الإيراني أو حتى هذه الانتخابات بشكل عام. جيروزالم بوست نقلت عن خبر أونلاين الإيرانية تفاصيل مهمة للغاية عن هذه المسألة واستطلاع الرأي قد صدر منها، وكذلك نرى أن التلغراف البريطانية أيضا نقلت تفاصيلا من وزارة الثقافة الإيرانية حول استطلاع للرأي أيضا للمواطنين الإيرانيين حول طبيعة النظام الذي يريدونه في الداخل. هذه الانتخابات ببساطة بحسب ما نشر من هذه المصادر تحدثت بأن استطلاع الرأي كان قد ذهب إلى المواطنين الإيرانيين طبعا ليتأكدوا ما إذا كانوا هؤلاء المواطنين الإيرانيين سيشاركون في هذه الانتخابات الإيرانية القادمة الجمعة القادمة، ووجدوا بأن 30% من كل المواطنين الإيرانيين الموجودين في إيران هم راغبين في المشاركة في هذه الانتخابات البرلمانية. أما في العاصمة الإيرانية طهران فإن هنالك فقط 15% من هم متواجدين في طهران يريدون المشاركة في هذه الانتخابات. يعني نحن نتحدث عن عزوف عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية الإيرانية تحديدا هذه الجمعة القادمة بنسبة ما يقارب 85% في طهران، وكذلك في عموم إيران ما يقارب 70% لن يشاركوا في هذه الانتخابات، وهذه تعتبر مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للنظام الإيراني. حتى أن التلغراف كما نقلت عن وزارة الثقافة الإيرانية سألت أيضا المواطنين الإيرانيين كيف يريدون طبيعة النظام الإيراني، ووجدوا بأنه في عام 2015 مثل هذا السؤال سئل المواطنين الإيرانيين، ووجدوا بأن المواطنين صوتوا بنسبة 31% بأنهم راغبين بنظام علماني، أي أنهم كانوا سعداء في عام 2015 بشكل عام بالنظام الحالي الموجود في إيران، ولكن الآن الأمور تغيرت ووصلت النسبة الآن في عام 2024 إلى 73% من المواطنين الإيرانيين يرون الآن بأن إيران بحاجة إلى حكومة وإلى نظام علماني بدلا من النظام الثيوقراطي الحالي الذي وصفته التلغراف بأنه نظام ديكتاتوري. واضح جدا بأننا أمام انعكاسات كبيرة في الداخل الإيراني لتظاهرات مهسا أميني التي عصفت بإيران، كانت هي التظاهرات الأخطر على الإطلاق على النظام الإيراني. واضح أن هنالك ردات فعل قوية للغاية على النظام الإيراني، بالتالي بشكل عام أنت ترى ليس هنالك أحد يشارك في هذه الانتخابات، النسبة ضعيفة للغاية في العاصمة طهران وفي عموم إيران، و لا أحد يبدو بأن الأغلبية ليسوا راضين عن طبيعة النظام وإدارة البلاد بشكل عام، وبالتالي هنالك نوع من التصدع في الداخل وفي داخل النظام الإيراني. ويبدو بأن تصدير المشاكل إلى الخارج، إشعال الأمور في لبنان أو حتى مع جماعة الحوثي في اليمن ضد الولايات المتحدة الأمريكية وضد إسرائيل وإبقاء التركيز على تلك المناطق ممكن أن يكون مفيدا لتشتيت الانتباه عن الوضع الإيراني والنظام الإيراني في الداخل.